بما أنه أشرقت هواية تجيها اتهامات أو كلام أنه مهد لك الطريق يا أشرقت العفو، أنه والدك مخرج وممثل، والعفو أخوك مخرج همين أيضا، مخرج اثنيناتهم مخرجين، أختك إعلامية، صحيح. شنو تجاوبين على هذا الموضوع؟ شنو جوابك؟ شوفي السنة الفاتت خلينا نقول أول موسم كان هذا الموضوع كلش كان يستفزني من ناس تقول ومهد لك وانت لانه والدك غانم حميد، فكنت طول الوقت ادافع انه لا مو لانه هو واني اجتهدت واني، لكن الناس ما تصدق واني ما اقدر انكر، اكو شيء ما اقدر انكره، انا فعليا اسمه كوني اني بتغانم حميد يعني اي ثينك هذا الموضوع ساهم بانتشار انه فلانه بنت الفنان غانم حميد، بس ستيل مو معناها انه انت بنت فنان اذا انت ما كنتي زينه او ما اجتهدتي او طلعتي بطريقه مو حلوه الناس خلص يعني واذا بتغانم حميد فاي ثينك انا حتى بدايتي منطقيه يعني انا طلعت بحلقه واحده فوين الواسطه بالموضوع يعني وين الواسطه انه انا طلع حلقه واحده وممكن بوقتها كنت زعلانه انه انا ليش طالعه بحلقه واحده بس حاليا اقول لا انا محظوظه بانه انا طلعت بهيجي دور صغيروني وشفت اكو الحمد لله الناس حابه ومؤثر بيهم. هذا فعلا اللي يريد يوصل بطريقه صحيحه صح بالتدريج.